بعض الناس أبطال لكنهم ليسوا شهداء أحبائي. ممكن يكون بطل لكن مش شهيد. أو إذا قتل لأنه تابع عقيدة معينة أو عقيدة أخرى، أو يقتل شخص لأنه يتبع عقيدة أخرى، هذا ليس شهيد. لازم تدرك إنه قيمة النفس غالية جدا. تعرفوا لما الرب بيقول لا تقتل في الوصايا العشر، هاي الوصية أعطاها قبل الوصايا العشر. الرب أعطاها من بدء لما قتل قائين أخوه هابيل، وتوضحت أكثر بعد الطوفان. حكى وحسم الأمر بهذا الموضوع أن القاتل يقتل، لأن سفك الدم البريء يجلب اللعنة على البلد.